مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. احتجاجات 25 من أيار. تميزت الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت يوم 25 من شهر أيار الماضي بأنها جاءت من رحم الشعب ومعبرة عن حقيقة الغضب العراقي من العملية السياسية وعدم قدرتها على التعامل مع الأزمات التي يعيشها المجتمع، ومنها موضوع الفساد السياسي والاقتصادي الذي أصبح السمة الأساسية في البلاد، أي أنها تشكل امتداداً واضحاً لمشروع يستهدف أمن وسلامة ومستقبل العراق بالعمل على استنزاف ثرواته وضياع مستقبل شعبه وسرقة أمواله. كما نادت تلك التظاهرة صراحة بإسقاط الأحزاب والكتل السياسية، واعتبار هذا الهدف من أهم الركائز الأساسية التي خرج لأجلها المنتفضون، والمطالبة بحقوقهم ومناداتهم بإيجاد الحلول لأسباب البطالة والفساد المالي وسوء إدارة شؤون البلد وضعف الخدمات العامة وعدم توفر فرص العمل وتحسين الخدمات والتدهور الواضح في قطاع التعليم والصحة والأمن. وهنا تعيدنا الذاكرة السياسية والشعبية إلى المواقف والوقائع الكفاحية التي نادى بها الشباب العراقي عبر التاريخ المعاصر للبلاد، والتي ساندت طموحات وأهداف الشعب بعد إعلان قيام الدولة عام 1921، وما رافقها من انتفاضات شعبية عديدة كانت أبرزها وأكثرها حضورا وعنفوانا وحددت مسارات الحياة السياسية في العراق، هي انتفاضات أعوام 48 في وثبة كانون الثاني ووثبة عام 52 ضد القرارات الاقتصادية والمعاشية التي طالت البلاد أنذاك، والموقف القومي الكفاحي لشباب العراق المساند للنضال القومي في مواجهة العدوان الثلاثي على مصر عام 56. حققت التظاهرات الشعبية زيادة في الوعي والإدراك والتعامل مع المشهد السياسي وفهم الصراعات السياسية والمناكفات بين الشخصيات الحزبية، وأصبحت تدرك حقيقة الأهداف التي تسعى إليها هذه التشكيلات الحزبية، وعملت على إفشال جميع المخططات التي سعت إليها في محاولات منها لإيقاف المد الجماهيري لقوى الشعب، فتم رفض جميع قيادات الأحزاب والكتل السياسية تماماً.